في يوم انها جانا بقصيده من قصائده الجميله ما شاء الله. ابد ما يغلى عليكم شيء، انتم والله تستحقون القصائد، لكن جينا في وقت ضيق ما مدانا يعني على ولا انتم عاش بس في العاش عشت ايام حق بالقصيده اللي نبدا بها. ما تقصر ان شاء الله الجايات باذن الله يصير فيها شيء خاص للمجلس ان شاء الله. الله يسعدك يبارك فيك. لكن عطنا من اللي سمعنا احمد، سمعنا عده قصائد جميله ما شاء الله، يا ليتها تكون من من منك مباشره. اقول من واقع الدنيا عرفت ان كل هرج له حصيل. من واقع الدنيا عرفت ان كل شيء له حصيل، الا حصائل بعض الاشياء ما هو بيدرابها، والهرج محصوله يجي ما جزل ولا هزيل، لكن ترجع شرها الهزله على من جابها. والناس عذارهم الا يقبل العذر الجزيل، الاعذار فيما بعد من شانه يسكر بابها، قدري شهر لا يومي بيوم ولا ليلي بليل، من ضيقة الدنيا كفى الله شرها واسبابها، ضاقت بشره نا الرجال اللي يحبون الجميل، وصعبت على العارف عسى ربي يحل اصعابها، في اللي تبي شوري تمسك بالعداله لا تميل، والنفس عزتها على رؤوس القمم ترقابها، ولا تقول ان ذا كريم ولا تقول ان ذا بخيل، الناس حسب ظروفها وحظوظها تسعابها، ولا تقدم لك بطلبه وانت ما عندك دليل، لا تشغل افكارك ولا طلبه ولا طلابها، ولا تثق في الصاحب الضحاك لو هرجه قليل، تراه مثل الحيه اللي سمها بنيابها، ولا تردد نيتك لصرت ملزم بالرحيل، يا سلام، لا درهمت بك للسفر فلا تعوج رقابها، ولا تصدق كل ما تسمعه من قال وقيل، ولا تقول الكلمه الا قد حسبت حسابها. سلام يا سلام طيبه يا سلام ابو محمد على بك.